قول لي حضرتك بتعمل ايه دلوقتي في مكنة الفلوس؟ بعمل لها صيانة. بتعمل لها صيانة؟ اللي هي عبارة عن ايه بقى الصيانة دي؟ إذا كان فيه مشكلة في الكارت، إذا كان فيه مشكلة في الرسيد، أو في مشاكل تانية ملهاش دعوة بالعميل، ليها دعوة بالآلية بتاعت المكنة إنها تشتغل ولا لأ. تمام. كده يعني. وحضرتك بقى لما تيجي تعمل صيانة للمكنة ما تلاقيش جواها فلوس واقعة مثلا؟ لا لا لا، دي الفكرة اللي واخداها كل الناس، الفلوس ورا الشاشة على طول أو كده. أمال إيه؟ الفلوس في خزنة تحت فولاذ. آه اللي هي دي؟ آه بالظبط. تمام. مش يقدر يعرف يفتحها غير صاحبها اللي مضى عليه. محدش يقدر يفتحها غير اللي معاه المفتاح والشفرة بتاعته. بتاعت الخزنة. آه بالظبط. ده موظف في البنك؟ لا، موظف في شركة التغذية. التغذية بالفلوس. اه بالظبط. احلى تغذية والله. انت كده خلصت؟ اه كده خلصت السنة بتاعتي. في حاجة تانية ممكن تلاقيها غير الفلوس؟ مثلا بتلاقي كروت، بتلاقي ورق؟ ده كروت طبعا، كل بنك وليه اختصاص. في بنك بيسلم للعميل مباشرة، في بنك ان هو بياخد الكروت دي يسلمها من خلاله، وفي بنك تاني بياخد الكروت دي ويعدمها، بيكون العميل طلع بدل. انت بتتكلم على الكروت اللي المكنه بتبلعها؟ اه. تمام. فيزا.